السلام عليكم. اليوم نروح لولاية برج بوعريريج، وبالضبط في دائرة برج زمورة اللي تقع بحوالي 40 كيلومتر على مدينة برج بوعريريج، لنقف على أشغال نتاع إنشاء مستشفى للطب الاستعجالي الجراحي الجديد في إذن مدينة برج زمورة، وشاهدنا الصور تاع التصميم الجميل والرائع لهذا المستشفى، واللي الأشغال راهي تقرب من النهاية تاعها. نخليكم تتابعوا نهاية الفيديو. السلام عليكم.